إلياس بن الصغير لاعب المنتخب الوطني الذي يمارس بموناكو الفرنسي إغراءات فرنسية من أجل تمثيل المنتخب ديال الدياكا الفرنسي. الاتصالات الأخيرة ديال تيري أوري من أجل أن يثني إلياس بن الصغير على تمثيل المنتخب الوطني. أشنو هو الرد ديال إلياس بن الصغير؟ واش إلياس بن الصغير غادي نشوفوه مع المنتخب الوطني أو غادي يمثل المنتخب الأولمبي الفرنسي ومن بعدها المنتخب الفرنسي، أو سيمثل المنتخب الوطني المغربي إلى جانب المنتخب الأولمبي في قادم الأيام؟ تفضلوا بالبقاء معنا. هشام خضري قناتي، لا تنسى الإعجاب والاشتراك. المغرب أولا والغالب على الله، وعاش المغرب والعاش خانه. يعلم الله كم أحبك يا وطني، ويعلم الله كم أدافع عنك يا هذا الوطن. إلياس بن الصغير اللاعب الذي أبهر المغاربة إلى جانب إبراهيم دياز خلال المباراتين الوديتين التي جمعت كل من المنتخب المغربي ضد الأنغولي والموريتاني. أبان إلياس بن الصغير ذو 19 ربيعا لأنه لاعبا من الطراز الرفيع، لاعب قادم في مجال كرة القدم. إلياس بن الصغير الذي يمارسه بنادي موناكو والذي تم استدعائه بعد عمل جاد من الجامعة الملكية برئاسة طبعا فوزي القجع تحت القيادة ديال الوليد الركراكي. أظهر وأبان إلياس بن الصغير بأنه لاعب من الطراز الرفيع، موهبة قادمة في كرة القدم. جميع المتتبعين والمحللين الكرويين تنبؤوا لإلياس بن الصغير أنه لاعب سيكون له شأن قادم في كرة القدم، وموهبة لا تعد أن تكون مثل ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو، نتمنى ذلك في قادم الأيام. إذن السؤال الذي طرحناه في بداية الحلقة وفي بداية الفيديو، إلياس بن الصغير بعد العروض الفرنسية وبعد الاتصال ديال تيري أوري، بالمناسبة تيري أوري لاعب موناكو سابقا، لاعب أرسنال ولاعب برشلونة ولاعب المنتخب الفرنسي. تيري أوري نجم الكرة الفرنسية، هو المكلف اليوم بالفئات السنية والعمرية، وهو المكلف تواصل مع اللاعبين اللي عندهم جنسيات مزدوجة من أجل تمثيل المنتخب الفرنسي. عرض عليه تيري أوري تمثيل المنتخب الأولمبي الفرنسي في الألعاب الأولمبية القادمة، وبعدها يلتحق إلياس بن الصغير بمنتخب الدياكا يعني المنتخب الفرنسي للأكابر. فماذا كان جواب إلياس بن الصغير؟ وقف الفيديو هنا وقول لي أنت شكون لي كيفاش كنرد إلياس بن الصغير؟ هل يكمل المشوار مع المنتخب الوطني أو سيعود ويمثل المنتخب الفرنسي بعدما امتله في الفئات العمرية والفئات السنية؟ جاوبتي كتبتي الجواب ديالك أو ما كملتيش الفيديو معنا، أنا بغيتكم تفعلوا معنا وتعرفوا. إلياس بن الصغير كان الرد دياله أنه اختار تمثيل المنتخب الذي أملاه عليه قلبه، أنه سيمثل حب القلب، سيمثل الأجداد ويمثل العائلة والأباء، أنه سيمثل المنتخب الوطني. وهذه أشياء بدأنا نلامسها، وصراحة أشياء تثلج القلوب، ونشكر عليها جميع اللاعبين المزدوجي الجنسية اللي عندهم عروض كبيرة وعندهم عروض من منتخبات كبرى وكيختاروا يمثلوا المنتخب الوطني. وهذا الشيء اللي خص الجامعة الملكية تستثمروا، وهذا الشيء اللي خص المدربين كذلك والأطر الوطنية الاستثمار ديالو من أجل خلق منتخب وطني لا يقهر ولا يقارع على المستوى الإفريقي. لأن شوفوا الإخوان بيني وبينكم، المنتخب الوطني بالتركيبة البشرية كيجمع الجميع أنها أحسن تركيبة بشرية وأحسن قيمة تسويقية في إفريقيا، هذه من جهة، وربما من بين أقوى التشكيلات في العالم. ما نبقاش نبخلو نقولوا بأن ما عندناش لاعبين، عندنا لاعبين من الطراز الرفيع. ومن كنا درنا الفيديو وتحدثنا بحرقة وقلنا لماذا تراجعت نتائج المنتخب الوطني، هل هي نتاج لضعف اللاعبين أو محدودية المدرب؟ الجواب كنت ننتظره منكم، لكن لحاجة اللي متفقين عليها المغاربة والحاجة اللي متفقين عليها المحللين الرياضيين ومتتبع الشأن الرياضي، أن التركيبة اليوم البشرية دي للمنتخب الوطني تعد من أقوى التركيبات الموجودة على المستوى العالمي. هتقولوا للعاطفة نقول لكم الأرقام، هتقولوا للقيمة السوقية
نبين لكم جميع اللاعبين يمارسون من مارسيليا لموناكو، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، مانشستر يونايتد، غالاتا سراي، ليفركوزن، بايرن ميونخ. راه ما يمكنش هذه المجموعه ديال اللاعبين تدفي لهم الهلال السعودي، العين الاماراتي، حتى اللي جاي من الوداد، اللي جاي من الرجاء. يعني احسن واجمل تشكيله كاينه اليوم، حتى اللاعب اللي كيمارس في نهضة بركان او الجيش الملكي. رسالة تكون واضحة، إلياس من الصغير باقي مع المنتخب الوطني وغيمثل المنتخب الوطني، ورفض رفضا قاطعا كل الإغراءات اللي تعطات ليه من أجل تمثيل الديك الفرنسي. هاد الأمور كلها على الجامعة الملكية، على المسؤولين، على الأطر الرياضية، على المدرب ديال المنتخب الوطني، على الجمهور ديال المغرب، استغلال الأمر. أقولها، ما وصل إليه المنتخب الوطني في كأس العالم 2022 بقطر يجب استغلال الأمر، يجب استغلال الفرصة، يجب استغلال كل الأمور، لأن خيبة الأمل بإفريقيا لن تنسينا بأننا نملك أقوى تركيبة بشرية على المستوى المنتخبات الإفريقية والعالمية. إذا كان الرأي ديالكم مخالف خليوه لي، وإذا كان معنا خليوه لنا. المهم بن الصغير، إلياس بن الصغير، غادي يلعب مع المنتخب الوطني. في رعاية الله، إلى اللقاء.